السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حصاد 24. قبل العودة على الكلمة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية التي كانت تبثها منذ لحظات فقط الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية والتلفزيون الوطنية، من أفضل ما قرأت نهاية الأسبوع الماضي مقالة للدكتور أيمن البوغاني، حكى فيها قصة الساحر وجمهوره المغفل. تصلح أن نرويها لأبنائنا هذه الليلة قبل أن يخلدوا إلى نومهم، فأنصتوا يجنبكم الله شر الساحر وكهنة معبده. يحكى أن ساحرا استعراضيا طلب من جمهوره الغفير أن يسلموه ساعة ثمينة، فبدر أحد المتفرجين المتحمسين بتقديم ساعته للساحر. اقترح الساحر عندها أن يضع تلك الساعة في منديل مسحور ثم يكسرها بمطرقته حتى تصير في داخل المنديل حفنة من زجاج، ثم يضع المنديل دون أن يفتحه في صندوق سحري، ثم يتلو على الصندوق كلمات سحرية فتصبح الساعة المهشمة أكثر ألقا وقيمة، وقد اختفى المنديل وزجاجة. هنا صاحت زوجة صاحب الساعة: ولكنها ساعة ثمينة. صفر الجمهور باشمئزاز من هذه المرأة التي تتجرأ على التشكيك في قدرات الساحر. أما الساحر فقد نظر إليها باحتقار وقال: من هذه البائسة التي لا تحترم إرادة الجمهور؟ نحن هنا في خدمة الجمهور ولن ندخر جهدا في تحقيق إرادته. ثم إن اللعبة انطلقت ولا عودة الوراء. فصفق الجمهور، اشرأبت أعناق الجمهور حين وضع الساحر الساعة في المنديل وبدأ يهوي بمطرقته عليها حتى كاد يسويها بالطاولة التي كانت أمامه. كانت الصيحات تهز المسرح كلما هوت المطرقة على ضحيتها. بعد أن فرغ الساحر من التهشيم رفع المنديل في فخر واعتزاز، فإذا هو حفنة لا شكل فيها. صفق الحاضرون إلى البعض، وكان منهم صاحب الساعة الذي بدأ يغامره الشك، ولكن الساحر نظر إليه وقال: انظروا إلى هذا الذي انقلب على عقبيه، لقد كفر بعد إيمان. ولكن البناء الجديد إنها عملية غير مسبوقة في التاريخ، بالإرادة نأتي بالمعجزات. قال صاحب الساعة: يا سيد الساحر، عجل بإرجاعها إلى صورتها الأولى، فإني أثق فيك وفي سحرك، ولكن من حقي أن يطمئن قلبي. قال الساحر: بل إنك انتهازي، أردت ساعة أفضل، إنه البناء الجديد. واسترسل يعيد خطبته العصماء أو ما شابهها. فعلى ذلك حتى سئم الحضور من الكلمات الرنانة، وأخذوا يطالبون بإحضار الصندوق السحري وبالنطق بالكلمات الموعودة حتى يروا أثر السحر ويصدقوا ادعاء الساحر. حين علم الساحر أن زمن الفعل قد حان، صاح بحارس المسرح: أنا أحضر الصندوق. نظر الحارس في بهتة وقال: أي صندوق؟ خيم حينها الصمت على المسرح حتى صاح الساحر مزمجرا: لقد سرقوا صندوق السحري، إنهم يتآمرون ضدي، إنهم حشرات تكره النجاح ولا تحب الجديد، إنهم خونة يسعون في تأليب الجمهور على بطلهم الذي كسر الساعة استجابة لإرادتهم، وإن لحظة الانتقام آتية حين يأتي أوانها. حان الآن وقت نوم الصغار، ولكن حان وقت استفاقة الكبار. فمتى ينهض جمهور الساحر؟ ها نحن منتظرون. ألقاكم بعد الجينريك.
مرحبا بكم من جديد في حلقتنا الجديدة من حصاد 24، حلقة الاثنين 13 من ديسمبر 21 و2000. في هذه الحلقة نأتي على خطاب السيد رئيس الجمهورية كما قلت الذي كنتم تشاهدونه مباشرة، وفي الحقيقة أتى بقرارات مهمة من الضروري جدا أن نأتي عليها و نعلق عليها بالتحليل. سعداء جدا يكون معنا في هذه الحلقة ضيفان اثنان من تونس، الأستاذ نور الدين الغيلوفي الناشط السياسي، ومن جنيف الأستاذ أنور الغربي المتحدث باسم المبادرة السويسرية لدعم الديمقراطية بتونس. قبل ذلك مهم جدا كما قلت أن نأتي على أهم القرارات التي وردت في كلمة السيد رئيس الجمهورية منذ لحظات. نذهب إلى استماع إلى أهم هذه القرارات ثم عودة إلى البلاتو. وأعلن اليوم 13 من شهر ديسمبر من سنة 21 و2000، قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى 11 لهذا الانفجار التاريخي غير المسبوق، لهذا الارتفاع الشاهق في التاريخ غير المسبوق عن الإجراءات التالية. أولا، يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. ثانيا، تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم، وقد تم بعض الأعداد للمنصات الإلكترونية، كما بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية. وقد تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية. وإلى جانب هذه المنصات سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل وفي الخارج على السواء في 20 من شهر مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال. ثالثا، تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها، وسيتم تنظيم اختصاصاتها، وسيتولى أعضاء هذه اللجنة التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان القادم. رابعا، يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من شهر جويلية، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية. هذه
هذا بطبيعة الحال إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها، بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدا أيضا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس. خامسا، تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 2022، أي بعد حوالي عام من الآن، بعد الاستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم إدخالها خاصة على القانون الانتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى. سادسا، سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2012. يتم ترتيب المتهمين أو التي تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، ويتم ترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، فيتولى الأكثر تورطا القيامة بمشاريع تعود للدولة وللأهالي في ظل الأحكام المنصوص عليها. هذه أموال الشعب يجب أن تعود إلى صاحبها وليس لمن اختلس هذه الأموال وليس لمن ابتز هؤلاء في حملات انتخابية أو في بعض العمليات الاحتجاجية المفضوحة لأنها موثقة بالصور وبالتقارير. سابعا، محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها ولا زالوا الآن يجرمون وعلى القضاء. وأؤكد على القضاء أن يقوم بوظيفته في نطاق في إطار الحياد التام. صرنا نتحدث اليوم في تونس عن قضاء فلان وعن القاضي التابع لفلان. القضاء مستقل وعليه اليوم مسؤولية تاريخية في أن يعطي كل ذي حق حقه مهما كان مركزه. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق بنا الآن في حصاد 24 في هذا النقل المباشر وفي هذه المتابعة الفورية لكلمة السيد رئيس الجمهورية وقراءة في أهم القرارات، تقريبا 7 قرارات مهمة تلاها وكنت تستمع إليها سيد رئيس الجمهورية. وقبل أن أرحب بضيفي أو ضيفي الأستاذين
نور الدين الغلوفي الناشط السياسي، وأنور الغربي المتحدث باسم المبادرة السويسرية دعم الديمقراطية بتونس. اسمحوا لي أن أذكر بالتردد الجديد لقناة الزيتونة، مهم جدا، بقيت ربما أيام قليلة، أيام معدودة، ولن تجدوا القناة وشاشات الزيتونة على التردد القديم. التردد الجديد يظهر على الشاشة في أسفل الشاشة 11430 ميجا هرتز عمودي، ضروري جدا الأخوة المشاهدين تغيير وضبط يعني اللاقط الرقمي على هذا التردد الجديد حتى يمكنكم متابعتنا في أفضل الظروف. إذن عودة، واسمحوا لي أرحب بضيفي موجودين معنا، الأستاذ نور الدين الغلوفي الباحث السياسي، وأنور الغربي المتحدث باسم المبادرة السويسرية دعم الديمقراطية. أهلا وسهلا. مرحبا. يعني كنتم تستمعون ولا شك لكلمة السيد رئيس الجمهورية في 7 نقاط حتى نلخصها سريعا: الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، بداية من 1 جانفي القادم إلى 20 مارس تنظيم استفتاء شعبي عبر المنصات الإلكترونية، معذرة. ثم ثالثا تولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها قبل تنهي مهامها قبل جوان 22. رابعا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 جويلية القادم، انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022، تقريبا بعد سنة، وسوف يصدر مرسوما خاصا بالصلح الجزائي الذي تحدث عنه يعني منذ مدة، يعني يبعث كل يرتب المدن حسب الفقرة متاعها ويرتب الفازين المتورطين حسب مدى تورطهم، ويتوعد بمحاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة وفي حق شعبها. أستاذ نور الدين الغلوفي، هل من قراءة سريعة في جملة هذه القرارات المتخذة اليوم؟ مرحبا أستاذ حسين، شكرا جزيلا على هذه الدعوة، ومرحبا بمشاهديك المحترمين. اسمح لي أن أبدأ حديثي إليك بتحية الصديق عامر عياد الذي نرجو أن يفك جميع أسره، وقد منع من السفر من البلاد بعد أن صرح من السجن. كنت اللحظة أشاهد خطاب السيد الرئيس، وانتبهت إلى النقاط التي ذكرها. قبل أن نمر إلى النقاط لابد من الالتفات إلى أن الرئيس قد أحرق جميع مراكبه، يبدو لي بمهاجمته للاتحاد وبقسوته على التيار الديمقراطي وعبثه بحركة الشعب، هؤلاء الذين وقفوا معه وكانوا ظهرا له وجدارا أسنده، يأتي الرئيس الليلة قبل أن يعبر أو قبل أن يصرح بهذه القرارات التي اتخذها فيعصف بهم عصفا ويعبث بهم عبثا. هذه القرارات بدت لي إطلالة انطباعية أولى سي حسين، بدت لي قرارات عائمة غائمة ليس بها وضوح. يعني حينما نتحدث عن القرار ينبغي أن تكون الجملة أصلا واضحة دقيقة، أن يتخذ قرار بشأن ما، تحدث عن انتخابات وكيفية الانتخابات دون أن يوضح هذه الكيفية، تحدث عن مواعيد زمنية تقليدية لفتنا فيها ذكره للفاتح من شهر جانفي السنة القادمة. نعم، الفاتح من شهر جانفي، وكلمة الفاتح تحيلنا مرجعيتها إلى التجربة التي يقول الجميع أو كثير من المراقبين يقولون أن رئيس الجمهورية كأنما ينسج على منوال سلف له اسمه العقيد معمر القذافي، هذا الذي تلبس اسمه بالفاتح، ولعلنا نشهد في بلادنا فاتحا جديدا
وبشائره بدأت تطل علينا من هذه الخطبة العصماء التي ألقاها سيادة رئيس الجمهورية. قلت النقاط بدأت غائمة، حتى حديث عن المحاكمات، محاكمة المجرمين، من هؤلاء المجرمون؟ لا أحد يمكن أن يعين مجرما، ناهيك أن المجرم بريء قبل أن تتم إدانته. ثم إن من الذي يحدد المجرم؟ هل هو رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية أم أن المجرم إنما يحدده القضاء بعد أن يستكمل البحوث وبعد أن يستكمل النظر في أمره؟ وقتها يمكن أن يقال عنه إنه مجرم. أما أن تصنف بعض الناس تصنيفا ميتافيزيائيا وتقول هؤلاء المجرمون لابد من محاكمتهم، هذا خطاب فيه نوع من طردية الغوغاء التي تتبع رئيس الجمهورية، الذي هؤلاء الذين يميلون إلى التشفي، وإلى ربما بعضهم يميل حتى إلى نصب المقاصد في الطرقات العامة، محاكمة الذين أجرموا فيه. من الذي أجرم في حق البلاد؟ أليس الذي انتهك الدستور وانقلب على السلطة واحتكر جميع السلطات وهشم مؤسسات الدولة وفرق أوصال الشعب؟ هذه جرائم ولا ما هي الجرائم؟ أنا الخشية أن يكون خطاب الرئيس خطابا يعبر في لحظة ما عن ترضية للدوائر الدولية بعد البيان الذي أصدره سفراء الدول الغربية منذ أيام. نعم، وكنا ننتظر في الحقيقة أن يرضي الأحزاب السياسية التي أصدرت بيانا موازيا اتهمت فيه تلك الدول بالتعدي على السيادة الوطنية، ولكن الرئيس صفع هؤلاء الذين انتصروا له ولم يقدم بدائل يمكن أن يطمئن إليها وتطمئن إليها الدوائر الدولية المانحة بعد ذلك. قلت هذا الكلام فيه كثير من العموميات وكثير من الغيوم المتلبدة فيه، هو نوع من الهروب إلى الأمام. وقد ذكرني حتى في مشهد الوقفة، ذكرني بخطاب بن علي نهار 13 جانفي حينما ضرب المصدح بيده في لحظة من لحظات الاضطراب. نعم، شكرا. أستاذ أنور الغربي، في حين يعتبر الأستاذ رضي الغلوفي أن ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية وفي كلماته وفي قراراته عموميات وهروب إلى الأمام، رغم ذلك ربما بعد 4 أشهر من لومه على غياب خارطة الطريق يبدو أن رئيس الجمهورية يملك خارطة الطريق شاملة، على الأقل إلى حدود سنة كاملة، وواضح في موضوعه وتأكيد حتى في كلماته هذا المساء قبل القرارات، أنه يقول وهذه اليوم هذه الكلمة الأخيرة: لن يترك وطنه فريس الوحوش والكواسر، الفرز سوف يحصل في محكمة التاريخ وليس في صندوق الانتخابات. أستاذ أنور، الصوت لا يصلني. طيب تكلم، تفضل. لا يا أستاذ أنور، أستاذ أنور أنت راك عامل ميوت للصوت متاعك. أستاذ أنور عدل الصوت ونرجع لك، الله ينورك. لا أستاذ أنور ما زال الصوت غير جاهز. خليني أعود بالسؤال لأستاذ نوردي الغيلوفي، يعني لمتم كثيرا على السيد رئيس الجمهورية افتقاده لخارطة الطريق، هاو يمدكم بخارطة الطريق كاملة وشاملة. الصوت هرب من الضيفين للأسف الشديد، نرجو تعليق. نعم. نعم أسمعك. قلت هذه ليست مواعيد، إنما هي أوعية جوفاء لأزمنة لا تعبر عن شيء. الرئيس قرر أن يحتكر الشعب له، وقرر أن يحتكر التاريخ له، وبدله كأنه إنما يملك مسطرة، هذه مسطرة التاريخ يستعملها في قيس من ينتمي إلى التاريخ ومن لا ينتمي إلى التاريخ من جهة، وربما يضرب بها على أيادي هؤلاء الذين
لا يراهم منتمين إلى التاريخ الذي يعتبر نفسه قد دشنه. ولعلنا نسمع منه ذات لحظة أن كل الذي سبقه إنما كان قبل التاريخ، والتاريخ قد بدأ مع سيادته. مع هذا الكلام الذي تغلب عليه العموميات، يعني الرجل لا يعبر عن دقة عندما يتكلم، ولا يتخذ قرارا واضحا ودقيقا، وحتى جملته التي يبنيها من المفروض أن تعبر عن فكرة، ولكنها لا سكروا عن تعبر الجمهور. إلا عن نوع من الاستهامات. هو ربما الرجل لديه بعض الصدق في حنوه على الشعب، كصدق شقيقه في مصر، ولكن هذا الصدق لا يمكن أن يمتلئ إلا متى كان للمرء ما يمكن أن يدعي من كونه بدائل تنفع الناس وتقدم لهم ما يحتاجون. فقد اسمح لي استاذ نور الدين قبل ان الاتراد في الحديث، نرجو من الاستاذ انور الغربي لانه وضع الميوت على الصوت بتاعه، يحذف الميوت حتى يمكننا الاستماع اليه. رجاء استاذ انور، نحن نتابعك، نح الميوت، انزع الميوت حتى يمكننا سماعك. تفضل استاذ نور الدين. قلت الخشيه ان يكون هذا الكلام الذي قدمه رئيس الجمهورية إنما هو هروب إلى الأمام، خاصة أنه لم ينتظر يوم 17 من ديسمبر ما يمكن أن يكون له من رمزية، وقد تعهد بأن يغير ذكرى الثورة إلى 17 من ديسمبر. لسنا ندري ما الذي أظهره مرتين متتبعتين هذه الليلة. هل ثم استعجال ما يمكن أن يكون قد حمل الرئيس على أن يظهر؟ وقد بدت هذه القرارات على قدر غير قليل من الاستعجال أستاذ فسيل. نعم، هو كلام يمكن أن يكتبه المرء في مقهى في لحظات من التجلي، يذكر جملة نقاط، نقطة أولى قال هو يبقى المجلس مجمدا ومعلق انتخابات قادم. نعم، مجمدا في تنظيم انتخابات كذا في بداية كذا، يعني طوح الأمر إلى شهور. ثالثا تتولى لجنة إلى حد الآن 4 شهور هو بعد انخلابه لم يحدد هذه اللجنة، يتم عرض مشاريع الإسلام. ثم خطورة المسألة سي حسين، حتى لا ندعي أن في الأمر خطة وأن في الأمر نقاطا واضحة يمكن أن يطمئن إليها، أن الرجل قد جمع دفتره وأصدر حكمه، يعني المضيف النقاط السبعة في نهاية المطاف هو نوع من أنواع اتخاذ يعني إجراء في نتيجة الاستفتاء قبل أن يجرى الاستفتاء ذاته. يعني الرجل حكم وأنهى أمره وقرر أن نعم. يمر إلى الصفحة التي يريد أن يدخل إليها البلاد والعباد. نعم، اسمح لي أن أمرر نفس السؤال للأستاذ أنور الغربي. أستاذ، كيف تقرأ جملة القرارات المتخذة هذا المساء؟ تحية لك، مساء الخير، تحية لك وللأستاذ نور الدين ولكل المتابعي قناة الزيتونة. يا أهلا وسهلا. طبعا تقريبا مجمل النقاط أتى عليها الأستاذ نور الدين في تحليله. أنا أجد صعوبة كبيرة في فهم ما أقدم عليه رئيس القائم بمهام رئاسة الجمهورية الآن هذه الليلة من إجراءات. لم أجد جملة سياسية، لم أجد فكرة يمكن البناء عليها، خاصة بعد نحن نتحدث اليوم حوالي 30 أقل شوية يمكن 26 شهر من توليه مهام الرئاسة. أنا أعيش في بلد يعني يتغير فيه رئيس الدولة كل سنة، يعني كل سنة هناك رئيس دولة جديد في سويسرا، وبالتالي الإنجاز يتم بالساعات وبالأيام وليس بالسنوات. يعني إحنا الآن عندنا يعني مثال في تونس نقوله تجمير البيت أو تدوير البيت، يعني وكأنه نتحدث يعني ما عندنا وعي بالزمن وبأهمية الزمن. يعني لو أنه بعد سنتين ونصف ما زلنا نتحدث
عن إجراءات وآليات وسنفعل، ويعني كلام مبهم. هذا يعني حقيقة عبث حقيقي، ولهذا هناك مشكل كبير لدى الآخرين سواء في الداخل أو في الخارج لفهم ما يريده السيد قيس سعيد، والذي يعني نحن نتحدث الآن من مفروض بعد النص المدة، فالمفروض هناك يعني إنجازات يمكن أن يتحدث بها. هناك في بقية المدة، ما زال نص المدة المتبقية، ما الذي سيفعله خلال نص المدة المتبقية؟ يعني الدبلوماسية الاقتصادية، ما الذي سيفعل فيها في الأمور الحارقة لتونس، في الملفات المهمة التي تهم الشعب التونسي؟ لو أنه بعد مضي سنتين ونصف بدأنا نتحدث عن دستور ومتابعة الفاسدين حسب ما يراه هو، وبمقياس غير عقلاني وغير مفهوم ولا يمكن يعني أن يكون يبنى عليه بالمطلق، فيعني هذا حقيقة عبث بالدولة وعبث بالمؤسسات. اسمح لي أستاذ أنور، قبل الحديث في الفساد وغيره، لكن أنت كمتخصص في العلاقات الدولية أستاذ أنور، كإجابة، لا ترى بأن هذا ما أسماه الأستاذ نور الدين بالاستعجال القرارات؟ ربما كان الكثيرون ينتظرون هذه القرارات يوم 17 من ديسمبر، اليوم استعجل هذه القرارات. أليس في هذه القرارات ردا مباشرا على البيان المشترك لرؤساء البعثات الدبلوماسية بتونس الذي نشر يوم 10 ديسمبر؟ واضح النقطة الأولى، الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمد، أو الرد المباشر على الدبلوماسية، على التدخل في شؤوننا. نعم، هو البيان كان واضح، كان أنه عودة البرلمان، يعني سواء كان البرلمان الحالي أو طريقة ما لعودة البرلمان في تونس، أنه لا تمس الأحزاب والمنظمات، ومنها اتحاد الشغل ولكن المنظمات الأخرى، وبهكذا آليات تدار الدول. المنظومة الغربية والعالم الحر والديمقراطية لا يديرها شخص، لا يعقل أن يأتي شخص ويضع يعني كل الأمور تحت إبته وهو الذي يتصرف فيها، وكأنها يعني خزانة عطار، في يعني هو العطار عنده قدرة على أنه يعرف إيش عنده في 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 عطريته حتى يتصرف، وعلى الأقل تكون له دراية بما هو موجود والذي يحتاجه وكيف سيتعامل مع ديونه وما إلى ذلك. نحن أمام وضعية غريبة وعجيبة. نحن لما نستمع إلى الدبلوماسيين، حقيقة أنا أكثر من 30 سنة في جنيف وأتحدث إلى دبلوماسيين وأتحدث إلى فاعلين، ويعني هناك مشكل كبير حتى في عهد في وقت معمر القذافي أو في وقت يعني تعامل مع أطراف أخرى، حتى مع فيدال كاسترو وغيرها، كان هناك على الأقل تصور ما، فكرة ما يمكن أن يبنى عليها. نحن الآن أمام الفراغ، لا يمكن أن لا حد يتوقع ما هي الخطوة القادمة. نحن اليوم أستاذ نور الدين ذكر الفاتح من جانفي وعمل المقارنة مع يعني ما كان يحدث في عهد معمر القذافي. اليوم مرة أخرى أعلنت الجنائية الدولية على مجددا أنها راسلت كل الدول ويعني أنجزت مجددا بطاقة جلب دولية ضد يعني سيف الإسلام ابن معمر القذافي الوريث الشرعي لهذه المنظومة، بما يعني أنه وكأننا لا نقرأ التاريخ، وكأننا نعيش في عالم آخر موازي تماما، وليس موازي، هو عالم يعني تحت الأرض لا نعرف ماهيته. حقيقة هناك أمر غير منطقي بالمرة. نحن هنا في جنيف يعني وقع مجددا قراءة إنجاز دستور في جنيف، وقال عمل عليه 5 سنوات، وأحزاب ومنظمات وجمعيات تقريبا 500 نائب ومجتمع مدني وغيره، والعمل على الدستور، و5 سنوات كاملة للوصول إلى نتيجة، وهذا كان مؤخرا يعني خلال 3-4 سنوات الأخيرة، يعني فقط لمراجعة ولمعالجة النقاط التي كانت. أستاذ نور الدين، نفهم أنه نحن نحلل في المباشر
وربما أفهم ارتباككم أستاذ نور الدين، أكيد هذه القرارات مربكة للمعارضة الانتظارية، يعني بالإضافة إلى أن قراراته هذه قد قطعت الطريق أمام بيان المشترك لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ونحن نقرأ في قراراته ربما قطعت الطريق كذلك على المعارضة، مبادرة مواطنون ضد الانقلاب التي تحزم حقيبها أو تجيش لمسيرة بداية 17 ديسمبر إلى غاية 14 جانفي. رئيس الجمهورية بدأ واضحا في النقاط الستة والسبعة التي طرحها، اقترح في النقطة الخامسة انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد، يقول وبالعودة على كلمته هذا المساء كان واضحا أنه كان كلامه واضحا بأن لا مكان في المجلس النيابي لمن يتهجم على الشعب، وهو كلام قد يفتح الباب على حل أحزاب معارضة وحتى منع شخصيات. هل يمكن نفهم غير هذا؟ جملته هذه سي الحسين يا أستاذ نور الدين، هذا صحيح، هو أرباككم، ماذا أنتم فاعلون يا يهديك الله؟ لا 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 لا، هو لا يستطيع أن يربك، تعرفش علاش؟ لأنه لا يملك أن يكون واضحا، لو كان دقيقا صارما في قراراته، هو يسكن دائما في المنطقة الرمادية، في المنطقة الوسطى، له في الجنة وله في النار، يعني حتى تعاطيه مع البرلمان سي الحسين، نعم، هو لم يجرؤ على أن يحل البرلمان مثلا، تركه قال معلقا أو مجمدا، وحتى عملية التعليق والتجميد لا تبدو واضحة، المصطلح أصلا غير واضح، قلت هو يسكن في المنطقة الرمادية، لا يملك أن يكون واضحا، لا يملك الشجاعة على أن يتقدم خطوة إلى الأمام، لأنه لا يتصور له أماما، عندهش أمام الرجل دخل المعركة لا يملك أدوات الدخول إليها، استقوى بمؤسسات الدولة الصلبة، ولكنه لم يتقدم خطوة. الناس عايشة مع سياق، مع في ثقافة تقدر الحاكم كما تقدر الأب، تقدر مقامه، يحترم لأجل مقامه ولأجل سطوة مقامه، ولكن الرجل لا يكاد يتقدم خطوة. وحتى لو فرضنا جدلا أننا اتفقنا معه في مسائل التشخيص التي لا يفتأ يذكرها، كلنا ضد الفساد وكلنا ضد الفاسدين وكلنا لنا موقف من هذا البرلمان الذي عبث به العبثون، ولكن ما هي المعالجات التي قدمها رئيس الجمهورية؟ اليوم باقي بعد 4 شهور من الانقلاب يحدث فينا كيف كانت امرأة تحدثه وتقول له أنني لا أستطيع أن أتنفس وأنني أبحث عن الأكسجين، وكيف أنه تدخل وطلب لها الأكسجين، هذا حديث. نعم، في هذه النقطة سيد نور الدين، هو نسب نجاح الدولة التونسية في القضاء على آفة الكورونا من خلال نجاحاته، قال بقينا سنتين نتفرج أو أكثر من سنة حتى تدخل 25 جويلية وتحولت وضعية الدولة. كان يبحث عن حجة يقنع بها ولا يملك حجة يقنع بها. ثم مؤشر لغوي سيد حسين لو لاحظته، دائما في كلامي يستعمل، لأن دائما يعمد إلى تعليل انقلابي الذي ينفي انقلابيته، يعني عند من 25 جويلية إلى الآن وهو يستعمل لأن، وإنما تصرفت وحدي لأن، هذا النزوع إلى التعليل يحيلنا على أن الرجل لا يزال لا يملك القدرة على إقناع غيره بهذا الذي أنجزه من أمر يسميه هو تصحيح مسار ويسميه خصومه انقلاب. الرجل يعني ما هوش راكز بلغتنا، لو كان له قدرة على أن يتخذ قرارا ما لاتخذه، ولكن هذه النقاط التي ذكرها لا فيها رد على رؤساء البعثات الدبلوماسية ولا حتى شيء. هو الرجل، أنا يبدو لي هذا وجهة نظر، ربما أكون مخطئا، ثم كثير من التخبط في هذه النقاط التي ذكرت، لأن فيها كثيرا من التعويم والتعميم، ما فيهاش حتى وضوح. لكنه حدد مواعيدا ثابتة يا أستاذ، كيف تخبط؟
مواعيد ثابتة لكن المواعيد جوفاء، ما الذي يصنع فيها؟ إيش معناها انتخابات تشريعية بقانون قوانين لا أنا انتخابات تشريعية. ثم خلينا نبدأ زي الحسين من حكاية هالاستفتاء هذا. هذا استفتاء ميتافيزيقي، ما هوش استفتاء. إيش معنى استفتاء يدعى إليه الشباب في منصات إلكترونية؟ نعم التواصل الاجتماعي؟ من هؤلاء الشباب؟ يا سيدي نحن جميعنا نسكن في معتمديات. أعطيني معتمدية واحدة من معتمديات الجمهورية أو عمادة واحدة من عمادات الجمهورية نعرف الأشخاص أو الفواعل الذين سيساهمون في هذا الاستفتاء. ثم من هي اللجنة التي وضعت الأسئلة؟ يعني نحن عشنا مع 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 المجلس الوطني التأسيسي يا أستاذ حسين 4 سنوات والناس تتعارك وتتخاصم. 3 سنوات. 3 سنوات ونيف. يعني في سياق الرابعة أنجز الدستور. يعني استدعاء للخبرات الدولية واستدعاء لخبراء من وطنيين واستدعاء لفقهاء القانون الدستوري وفقهاء القانون المقارن ومعارك حتى نسجوا هذا الثوب الذي يكسو جميع التونسيين ليأتي رجل يدعو إليه شخصا أو شخصين من أصفيائه ويقول إنني سأصنع لكم نصا ليس كهؤلاء اللصوص الذين صنعوا نصوصا على مقاسهم. يعني الأمر فيه كثير من العبث وليس فيه وضوح. يعني نحن بلاد تدعي أنها أول دولة عربية جعل فيها دستور سنة 1861 دستور عهد الأمان الذي ضبط السلطات وفصل بينها ودعا إلى الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالنص وبهذا الوضوح. نحن أهل لدستور 59 الذي عبث به البورقيبة وخرقه بن علي صحيح، ولكن دستور 2014 قد لا يكون قرآنا منزلا ولكنه نص جامع وقف فيه التونسيون على مشترك بينهم. نعم. قدموا فيه ما يمكن أن يقدموا من أمر ثابت يجمعهم. اليوم يجي شخص يخاطبنا بلغة تغلب عليها الهلامية لا يعبر عما نجد. يعني نحن في نهاية المطاف توانسة قبله وتوانسة بعده، نحن نحب وطننا قبله ونحب وطننا بعده، لا يملك أن يدعي أن جميع هؤلاء الذين يخالفونه هم خونة وهم لصوص وهم حشرات وهم هذا أمر يدعو نعم. إلى نشر فضاء حربي في هذه البلاد. ومن يريد أن يصلح، هو ختم الكلام هو بك المنطق نتاع إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما هكا ولا؟ نعم. ولكن هذا الذي يصلح هل يمكن أن يشن حربا حتى على هؤلاء الذين تدينوا له زمنا طويلا ووقفوا معه وحضنوه نعم. في انقلابه ودافعوا عنه الدفاع عن شرسا وعبروا عن حبهم له؟ يعني الرجل يقطع أوصال البلاد ويريد أن يبني مستقبل البلاد، أنا لا أستطيع أن أستوعب. والله نحب نفهم جملة يمكن أن يعبر بها هذا الرجل. أفهم صدمتك أستاذ نوردين، أفهم الصدمة. نعم. أفهم الصدمة بتاع المعارضة، أفهم متفهم جدا الصدمة بتاع المعارضة. مش فيك مصر على الصدمة أنت يا استاذ؟ 4 اشهر تنتظروا، عاملين موعد في 17 ديسمبر وبعض المعارضه الاخرى مجتمعه في النزل وتريد اسقاط انقلاب، كيف يسقط انقلاب بهذه الكيفيه يا استاذ؟ الانقلاب لا يمكن ان يسقط الا اذا تضافرت الجهود وانتهى هؤلاء الفرقاء الى مشترك بينهم وخفض بعضهم لبعض الجناح. البلاد ماشيه بالكارثه إذا أبقيت على هذه الحالة. لأجل ذلك نحن ندعو إلى أن نتخلى أو نتخفف، على كل حال نتخفف من هذه المرجعيات الإيديولوجية القاتلة التي تفصل بين الناس وتفرق ذات بينهم من أجل أن ننقذ البلاد. يعني البلاد اللي فشلت في حل مشاكلها الديمقراطية لا يمكن للاستبداد أن يأتيها بما ينفعها. نعم جميل أستاذ أنور، بيان للحكومة السويسرية، بيان السبع الكبار،
موقف الاتحاد الدولي للبرلمانيين وقبله موقف الكونغرس وإلغاء القمة الفرنكفونية موقف البرلمان الأوروبي. هل ترى الرئيس السعيد الآن ماض في هذه يعني غير مباني بهذه الضغوط؟ هل هو واثق الخطوة وهو يمشي أم غير واعي بما يحصل للدولة؟ أنا أعتقد أنه زيارات السيد قيس سعيد للخارج بيّنت بأنه الرجل يعني ما زال بعيد جداً جداً عن منطق الدبلوماسية ومنطق العلاقات بين الدول وفهم أهمية ذلك بالنسبة لتونس. يعني ممكن نرجع عليها الزيارات كلها واحدة واحدة لنفهم بأنه فعلاً لم يتعلم ولا واحد من أي واحدة منها، على الأقل لم يأخذ معه ولا مرة وفد وزاري، فقط في زيارة قطر كان معه وزير لأنه هو من رتب زيارة قطر، بقية الزيارات كلها كان لوحده أو مصاحب له وزير الخارجية الذي كان مستشارا لديه، واستثناه حتى في الزيارة الأخيرة التي أداها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية لتونس الأسبوع الماضي، وهذه يعني كبوة أخرى تدل على أن هناك مشكل حقيقي وكبير في فهم الدبلوماسية وفي فهم كيفية إدارة الدولة. أنا اعتقادي أنه بحكم أن الرجل ليس له يعني معرفة، لأن لا نقول تجارب، نقول معرفة بالتسيير، لا نقول حتى تسيير الدولة، يا سيدي تسيير شركة، تسيير مهما كان، يعني حتى ولو كانت منشأة صغيرة، يعني إدارة فهم كيف تدار الأمور، فهم الأولويات، فهم يعني لو هناك إشكالات كيف يمكن معالجتها، أنت عندك يعني موارد مالية كيف ستتعامل مع هذه الموارد المالية، نقصت هذه الموارد كيف يمكن التعامل لجلب موارد إضافية وإن لم تكن لك هذه الموارد كيف تفعل. يعني هذه كلها أعتقد أنه السيد قيس سعيد بحكم أنه كان دائما في التعليم وبعيد جدا عن هذه الأمور ولم يكن له أي لم يعرف عنه أي عمل حتى على مستوى المجتمع المدني أو جمعياتي أو غيره، فجعلته يعيش حقيقة في عالم آخر، يعني كما قال هو في أكثر من مناسبة عالم خاص به، وبالتالي صعب جدا أن الكلام كل الذي ذكرته حضرتك أنه يمكن أن يستحضره في تحاليله، والأغرب من هذا كله ليس أن يستحضره هو ولكن المستشارين لديه. أنت أمامك الآن رئاسة جمهورية، الديوان الرئاسي فيه الآن عمليا لما تدخل على الصفحة الرسمية أو الموقع رئاسة الجمهورية هناك 6 مستشارين، لا يوجد مستشار دبلوماسي، لا يوجد مستشار على مستوى في التعامل مع المجتمع المدني، مستشار اقتصادي، مستشار في الأمور القانونية. هل يعقل رئاسة الجمهورية لا يوجد فيها دائرة للشؤون القانونية؟ يعني أنت أمام وضعية هذه أنا عبرت عليها مرة بعبارة سفينة تائهة في المحيطات وبدون أي وجهة، بدون GPS، والمؤونة تنفذ كل شيء ينفذ، والقبطان أو الذي يسير السفينة لا يستمع لأحد، وهو يعني يدور في هذه المحيطات بدون وجهة محددة، ولكن الجميع سيهلك. فعلى الذين في السفينة أن يأخذوا قرارات، وسواء إن وجدوا حل مع من بيده المقود يتعاونوا على إنقاذ الموقف، وإلا سيهلكوا جميعا. نعم، لأنه يعني الآن سفينة البلد تائهة ولا يمكن السماح، يعني الرجل يتحدث عن سنة أخرى وكأن نحن في نتحدث عن أسابيع، نتحدث عن وضع كارثي بأتم معنى الكلمة، نتحدث عن غياب كامل، انهيار كامل للدبلوماسية، نتحدث أنه لا يوجد الآن من يدافع عن هذه الخيارات في الخارج، لا توجد سفارات بمعنى السفارة أن تتواصل معها أو هم السفارات تتواصل مع الآخرين وتبين يعني الذي ترغب الدولة في فعله. إذا أخذنا
أن ما يقوله سيد قيس سعيد اليوم هو ما يمثل الدولة التونسية حاليا، أغرب من هذا بكثير. يعني حتى لما عملت جمعيات على ترجمة ما يقوله السيد قيس سعيد إلى لغات العالم الأخرى، يعني يجدون تجد من يهاجم هذه الخطوات وكأنه يتحدث إلى جزء من الشعب التونسي. نعم. سيد قيس سعيد يتحدث فقط إلى جماعتي، أنا أعتقد أنه حتى لا يتحدث إلى كل الشعب التونسي، هو نعم. يتحدث لنوعية من الناس، لهذا نحن نجد صعوبة في فهم ما يقوله. نعم أستاذ نور الدين، فعلا على أهمية بمعنى يعني صادمة مش صادمة القرارات، لكن عمليا بفعل بلاد اليوم هو يتحدث عن تنظيم هذا الاستفتاء على أن يبدأ من 1 جانفي إلى 20 مارس. البلاد الآن في قانون المالية التكميلي ما زالت عندها فجوة تقريبا 8 مليار دينار، ما يا ربي مش يجيبها. الشباب معطل مش لاقي الخبز، هو يقول له استفتاء، مش يوزع لنا الكوارت الإلكترونية هذه، مش عارف عنده طابلة الشباب هذا المهمش في القصرين في بوزيد في قابس. يعني عمليا شعارات الله أعلم بها ربي كيفاش مش تطبق. صحيح هنا الخطورة، ولا إلى أي مدى سوف ينجح رئيس الجمهورية في إنفاذ هذه المقترحات؟ على الأقل بدأ من الاستفتاء الإلكتروني، هل طرحوني هذا؟ وأي شباب كما قلت، وشكون الشباب ومشكون مؤهل باش يضع القاعدة المعطيات والبيانات الخاصة بالشباب هذه؟ ما أنت بهذا السؤال سي الحسين تجيب نفسك بنفسك عن سؤالك السابق. يعني الأصل أن هذا الذي تصدى للشأن العام بمفرده ونسف جميع منافسيه، إذا لم نقول شركاء في السلطة، جميع المؤسسات، الأصل هو الذي يطالب بأن ينجز عملا ما، وإذا ما فشل في إنجاز عمل ما فهو المركون في الزاوية. الأطراف المعارضة له أطراف متحررة من كل التزام، هي تنتظر أن تسقطه، فإذا ما لم تسقطه أسقطه عجزه وقصوره عن الإنجاز. بالتالي هنا هو هذا الذي يقوله جميعا، واعتراضك أنت سليم جدا. يعني القرى والأرياف التي يمكن أن نقول أن للأستاذ قيس سعيد له فيها أنصار من هؤلاء جماعة التنسيقيات، هؤلاء هل يتقن جميع هؤلاء التكنولوجيا؟ وهل يتفرغ جميع هؤلاء لهذا الاستفتاء الذي سيدار عليهم كما تدار الأنخاب؟ يعني هنا ثم كيف يمكن أن يصطفى هؤلاء ليجيبوا عن الأسئلة التي تطرح؟ وإذا ما طرحت أسئلة الاستمارة أو الاستفتاء كما يسميه هو، أفرض جدلا 1% أن الاستفتاء لم يجري وفق رياح الأستاذ قيس سعيد، كيف نصنع وقتها النقاط الستة المتبقية من خطة عمله التي أدلى بها منذ حين كلها ننسفها، لأنه قد بنى جميع النقاط اللاحقة على النقطة الأولى اللي هي عملية إجراء النقطة الثانية. هكا ما تنظيم استشارة النقطة الأولى هي اللي تتعلق بالبرلمان، النقطة الثانية وترتبت عنها بقية النقاط. قلت لو فرضنا جدلا أن هذا الاستفتاء سار بغير ما يشتهيه، وقالت له تلك الجموع نحن نريد مثلا عودة البرلمان، ونحن نبحث عن تعدد السلطات، ونحن نبحث عن أن السلطة القضائية إنما هي سلطة مستقلة بنفسها وليست وظيفية، نعم، وقت كيف يمكن أن يصنع مع النقاط اللاحقة الخطة؟ أستاذ نور الدين فقط اسمح لي بالمقاطعة، فقط لنا مداخلة هاتفية وأعيد لكم الكلمة أنت والأستاذ أنور. معنا الدكتور فيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق. دكتور يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. أكيد كنت تستمع إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية، هل النقاط السبعة التي قررها سيد رئيس الجمهورية هل تمثل أو إلى أي حد تمثل جوابا شافيا للانتظارات الدولية والداخلية المطالبة بتسخيف الزمن ومطالبة بخير الطريق؟ هي نقاط تمثل انتظارات لقيس سعيد دون غيره، يعني هي ترجمة سياسية
للمشروع الشعبي للتعيين لتفكيك المنظومة السياسية التي تشكلت بعد الثورة. بدأ هذه الإجراءات ب 25 جويلية، ثم يتوجها اليوم معناها بمحاولة إسقاط معناها كل مكونات المنظومة السياسية التي تشكلت بعد الثورة. الرجل يراهن على الذهاب إلى استفتاء لفرض سياسة الأمر الواقع، لتغيير الدستور ولإلغاء المشهد السياسي برمته. واضح أن قيس سعيد لا يحاور إلا نفسه ولا يتواصل إلا مع المحيطين به. يعني خطاب اليوم هو تقريب قصف عشوائي في كل الاتجاهات، وهو موجه لمن ناصر قيس سعيد، من سموا بالخيار الثالث، أكثر من توجيه اتهامات أو سب وشتيمة لمن ناهض الانقلاب يوم 25 جويلية منذ البداية. هذا دليل أن الرئيس ليس له أنصار، ليس له حلفاء سياسيين، ليس له علاقات سياسية، ولا يصغي إلا إلى نفسه. يعني في نهاية المطاف هذا مشروع معلوم سلفا، يعني هو ترجمة سياسية وتقنية من ناحية التوقيت الزمني لمشروع قيس سعيد لتنزيله على أرض الواقع في الاستفراد معناها بالسلطة، وتحويل ما هو أمر واقع الآن تقنينه من الناحية التشريعية والقانونية لفرض سياسة الأمر الواقع، وتنصيب نفسه الحاكم المطلق الذي يجمع كل السلطات وكل الصلاحيات بين يديه. نعم، فقط دكتور، في الأيام الأخيرة إعلاميا وحتى في كلمات السيد رئيس الجمهورية كان هناك تركيز واضح على مخرجات التقرير الختامي لتقرير دائرة المحاسبات، والحديث على أن إصدار إمكانية إصدار مرسوم يفعل من خلاله رئيس الجمهورية، يعني هذه المخرجات وربما التي قد توصل حد حذف أو إلغاء قائمة انتخابية، بما رأى فيه البعض يعني إعادة تركيبة الديمغرافية المجلس النيابي قبل عودته. اليوم من خلال هذه القرارات ألا يبدو رئيس الجمهورية، أو هل نجح رئيس الجمهورية في سحب البساط من كل الذين يلومون على غياب الرؤية الواضحة؟ يبدو لي أن الرئيس اضطر أن يقطع خطواته إلى الخلف، يعني رغم صخب الخطاب والضجيج الذي أثاره أنه لم يتقدم في هذا الاتجاه. سبب رئيسي أنه وجه بمقاومة شرسة من طرف القضاة، من طرف القطاع القضائي، سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للقضاء. قرأنا بيان واضح وقاطع في هذا الاتجاه، ثم أردف ذلك ببيان لجمعية القضاة أيضا، هي الجمعية والساحة الحقوقية الساحة السياسية كلها اعترضت على توظيف القضاء معناه للمآرب السياسية لقيس سعيد. أراد أن يدخل هذا المدخل لتفكيك المنظومة الحزبية من خلال استغلال يعني مشوه في حقيقة الأمر لتقرير دائرة المحاسبات. إذا تحدثنا عن تقرير دائرة المحاسبات فأول من يتوجب محاسبته قيس سعيد، يعني بما كتب ونشر في تقرير دائرة المحاسبات. هذه كلها مجرد ذرائع لإعادة تشكيل المشهد السياسي بالشكل الذي يرغب فيه قيس سعيد. واضح أن الرجل لا يؤمن بأحزاب سياسية، لا يؤمن بتداول سلمي على السلطة، ويريد نظام شعبوي في حقيقة الأمر على طريقة القذافي، يعني نظام مجالسي. ورأينا الآن هذا عملية الاستفتاء، ما يسمى بالاستفتاء الإلكتروني، ثم نزول إلى حوار عن طريق ما سماه بالمعتمديات، وفي حقيقة الأمر ترجمة سياسية للتوجهات الشعبوية لقيس سعيد. نعم، خلال ما يسمى بالديمقراطية المباشرة أو بالديمقراطية التصعيدية، بحيث تترجم التوجهات الشعبية ما يرغب فيه وما يريده قيس سعيد. يعني عملية الاستفتاء ليست إلا تقنين وتعبير عن رغبات وتوجهات قيس سعيد لتركيز الحكم الفردي المطلق وليس أكثر من ذلك. كيف ترى الرد المناسب من قبل المعارضة يا أستاذ؟ يعني تقدير أن قيس سعيد يدفع المعارضة يعني بالأمر الواقع إلى مزيد من التوحد ومن التقارب. لا يوجد من سبيل إلا مواجهة هذا المشروع الشعبوي بتعبئة الطاقات الشعبية وبتكاتف وتكاتف يعني الساحة السياسية، توحيد وضم الجهود السياسية بعضها إلى بعض. مطلوب معناها جبهات سياسية، مطلوب مزيد من التعاون بين مختلف مكونات الساحة السياسية. الواضح أن قيس سعيد لا يقبل حتى الحلول الوسطى. الاتحاد العام التونسي للشغل طرح ما سمي بالخيار الثالث، وبعض أنصار الرئيس مثل حركة الشعب والتيار وغيرهم طرحوا ما سمي بالخيار الثالث. الآن قيس سعيد ينصر يعني يسقط هذا الخيار الثالث، ومثل ما ذكرت معنا وجه اتهامه وشتيمته وسبه لهذه الأطراف التي نعم طالبت بخيار ثالث غير الخيار الذي
معناها طرحته القوى المناهضة للانقلاب منذ البداية. يعني تقديري لا يوجد من خيار إلا توحيد الساحة السياسية، توحيد الصف الوطني في مواجهة هذا الانقلاب بمزيد من التعاون وتكاتف الجهود بين القوى السياسية الوطنية وبين المنظمات وبين مختلف مكونات المجتمع المدني، والأهم من كل ذلك هو الحراك الشعبي، مواجهة هذا المشروع بمزيد من التعبئة الشعبية ومن التحشيد الشعبي إلى غاية أن يسقط هذا المشروع الانقلابي. والمعادلة واضحة، لا توجد خيارات ثالثة، إما أن يعود قيس سعيد يعدل عن هذا المشروع المدمر ويعود إلى شرعية الدستور والمؤسسات، أو أن يرحل غير مأسوف عليه، لأنه خارج إطار الشرعية وخارج إطار الدستور. لا توجد خيارات ثالثة، إما أن يذعن للدستور ولإرادة الشعب ويقبل بقواعد اللعبة التي سمحت له بأن يتقدم إلى موقع الرئاسة. يعني بفضل هذا الدستور أصبح قيس سعيد رئيسا للجمهورية وحظي بشرعية شعبية، وهو الآن السلم الذي انتصاه يريد أن يتخلص منه. يعني الديمقراطية رهت اتجاه واحد، أن يصعد قيس سعيد للرئاسة ثم يتخلص من كل المنافسين ويتخلص من الإطار الدستوري الذي سمح له بذلك. إما أن يذعن بإرادة الشعب وبالشرعية الدستورية، أو مثل ما ذكرت أن تكون هناك مطالبة جدية وقوية برحيله باعتباره أصبح رئيس غير شرعي ويريد أن يفرض سلطة الأمر الواقع العارية بكل أساس دستوري أو قانوني. شكرا دكتور على المداخلة. اسمح لي أن أرجع لك أستاذ نور الدين، تتم السؤال، هل ترى هذه القرارات أستاذ الغدوفي، القرارات الأخيرة، هل من شأنها أن تفتح فلجة في المعارضة على مختلف يعني مواقعها، المعارضة اللي تمثلها رأسا مواطنو الانقلاب وبالقرب من حركة النهضة، والمعارضة الأخرى التي تبنت يعني خيارا نقديا في 25 جويلية ثم يعني أظهرت معارضتها في 25 جويلية، أم أن هذه القرارات من شأنها أن توحد أكثر صف المعارضة؟ هو يبدو لي ثم ضرورة باتجاه حتى جماعة الإسناد، هؤلاء جماعة المساندة تاريخيا الحزب الشيوعي في ظل نظام البرجيبي يسمي في نفسها المعارضة المساندة النقدية. حتى هؤلاء المساندون وجدوا أنفسهم خارج الملعب الآن، وسيضطرون إلى أن يلتحقوا بصفوف المعارضين. هو إذا كان الرجل من فضيلة فهو قد نسف جميع المختلفين معه، لا يريد أن يرى في المرآة غير وجهه ولا يريد غير أتباعه. أنت شوف حتى الوزراء اللي عندما يتكلموش هو الوحيد الذي يتكلم، ورئيسة حكومته لا تحسن حتى تبني جملة مفيدة. معناه يختاروا معاونيه من العاجزين بأنفسهم المقتدرين به، الذين كلما ألفوا جملة كان هو الفاعل فيها أو المبدع. ورغم ذلك اليوم في كلمته اليوم أستاذ نور الدين قبل الكلمة الأخيرة شكرهم على ما أسماه بنجاحاتهم، ويقولون وقال لهم إنكم تنجحون وتعملون رغم كل الظروف ورغم المعارضة التي تضيق عليه الداخل والخارج حتى بالأكاذيب. ولكنه في اتخاذه في خطاب القرارات الأخير لم يدعوهم ولم يحضروا بين يديه. أنت لو تتأمل حتى خطاب السيسي الذي انقلب فيه أحضر فيه بعض الوجوه التي كانت تحيط به حتى يبين أنه ليس وحده. اليوم قيس سعيد ظهر وحده حتى في الخطاب. نعم. يعني لم يدعو هؤلاء، كان قد سبق بهم المشهد وشكرهم شكرا في كثير من المجاملة التي لا تعني شيئا، لأنهم لا يصنعون عمليا شيئا. من التونسيين اليوم يدرك أن لوزير ما عملا أنجزه؟ الإدارة التونسية تعمل بما اعتادت العمل به، والصحة تعمل، ولكن هؤلاء الوزراء المنتدبين من قبل رئيس الجمهورية لم يقدموا جديدا ولم يقدموا مشروعا ولم يقدموا فكرة ولم يأتوا باقتراح. لأجل ذلك هو يغيبهم حتى كان أن يستدعاهم في المشهد فقط يحيطون به ليتكلم، وظهورهم مجرد منصات لقصف خصومه. نعم أستاذ أنور،
اليوم نعود على موقف وتطور موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، هذه الرافعة النقابية. في البداية كانت نقدهم يعني مساحة نقدية، نقد إيجابي رئيس الجمهورية. مؤخرا سيد الرئيس تبوبي اختار الطريق الثالث. اليوم عندما يقصف هذه الصواريخ الحقيقية اللي يقصف فيها قيس سعيد، اليوم أهم صاروخ وجه اتحاد شغل قال لا خيار ثالث لا رابع، ووصف حزامه بالطمع والجشع والرغبة في المناصب. هل هي رصاصة الرحم على أي مشروع حوار في هذا البلد؟ هو الرجل يتحدث على سلطة أمر الواقع، يعني هذا الذي يسعى لترسيخه، وهذا هو يعني لب الموضوع. يعني هو ما زال يسير في هذا الطريق، يعني وإن كان لا يوجد أي بريق أمل، لا يمكن أن يواصل في هذا الطريق، هذا الطريق مقطوع، هو أخذ الطريق السريع في الاتجاه المعكس وسيتوقف يعني في أول حاجز، والحاجز طبعا سيكون من المواطنين ومن المنظمات، ومنها اتحاد الشغل طبعا التي عرفت ب يعني على طوال التاريخ بمراحل مختلفة، يعني سواء في فترة حبيب عاشور مع بورقيبة أو غيرها في مراحل مع برلعبي ربما كانت فيها شيء من المهادنة أو كذا، مراحل يعني صعود ونزول، ولكن على الأقل تبقى تمثل شيء. الساحة اليوم واضح جدا بأن من يمثلها، وهذا كان واضح على الأقل فيما تسرب من لقاءات السفراء سواء الفرنسي أو الإيطالي مع رئيس البرلمان، بأنه ذكر في أكثر من مناسبة بأنه اتحاد الشغل والحزب الحاكم اللي هو حركة النهضة، هذه أطراف وغيرها طبعا ليست الوحيدة، ولكن هذه التي لديها حضور فعلي ويستمع إليها العالم بشكل أو بآخر. عندما يتكلم الأمين العام لاتحاد الشغل يسمع إليه، عندما يتكلم رئيس البرلمان يسمع إليه. إلى اليوم الاتحاد الدولي للبرلمانيين قالها، واليوم كذلك كان هناك بيان آخر من الاتحاد الدولي للبرلمانيين حول نفس الموضوع. أيضا في علاقة بالهيئات الدولية التي يعني داعمة وهي تعتبر مظلة، أحد المظلات التي ينضوي تحتها اتحاد الشغل، أيضا لا تفهم ما الذي يجري في البلاد. أيعقل أن دولة تسير بدون برلمان بعد 4 أشهر؟ هذه لم يعني حتى الدول الدكتاتورية في الأنظمة الشمولية الدكتاتورية هناك برلمانات وإن كانت ديكور ولكن موجودة. أن لا يوجد برلمان، أن لا توجد حكومة أو حكومة تسيير أعمال، تحصل هذا حتى في الدول الديمقراطية، ولكن البرلمان هذه ركيزة أساسية لتسيير الدول مهما كان، يعني مهما كان شكل منظومة الحكم. ولكن بما أنه الرجل بعيد جدا عن منطق الدول وعن منطق التسيير وعن فهم التوازنات في الداخل والخارج، وفهم يعني المنظمات هذه ودورها ويعني رمزيتها ومكانتها عند أعضائها وعند الفاعلين في الساحة، فهو فعلا يستعدي الجميع، وبالتالي فهو يعني يعارك الجميع، وهذه هي المشكلة الكبيرة. صحيح أن ما يقوم به الرجل هو يسهل على معارضيه وعلى الشعب بكل مكوناته، سواء مواطنون ضد الانقلاب أو كل الهيئات العاملة والمنظمات والجمعيات والهيئات العاملة والقضاة والمحامين والجزء كذلك من الصحفيين وغيرهم العاملين على هذا، بأنه يرون العبث ويرون تدمير الدولة ويرون تفكيك للدولة، وهذا لا يمكن أن يتواصل. نعم. أن تفكك الدولة بهذه الطريقة ولصالح من؟ تحدثتم عن هذه المنظومة، نحن الآن هناك حديث يتزايد عن أن المنظومة التي سيقع اعتمادها الأغلب أنها ستكون من دولة الإمارات، وبالتالي ما معنى أن تكون منظومة يعني تأتي من دولة الإمارات أو يقع شراءها من هناك أو الإشراف عليها من هناك، خاصة ونحن نعرف كيف أن الشركة الإسرائيلية NSO كيف يعني تمكنت من
ليس اختراق، ولكن أنها تشرف على توجيه العديد من المنظومات في الخليج وخاصة في الإمارات والسعودية. حقيقة أصبحنا في وضع يعني أينما تشيح بنظرك تجد الخراب، في مع الأسف الشديد فيما يقدم عليه والخطوات التي يتخذها السيد قيس سعيد. لم نجد يعني منذ أيام لما تحدث بخطاب هادئ لأول مرة قلنا بوضوح بأنه هذا كلام تكتيكي وليس استراتيجي، لأنه ببساطة كبرت عليه، يعني تصورها أنها الدولة لعبة وشيء بسيط ربما يستطيع إدارته ربما، ولكن تبين أن الأمر أكبر من هذا بكثير. يعني هو كل يوم لما يأتوه يقول له هناك احتجاجات، هناك مشكلة في عقارب، هناك فينتقل إلى منطقة أخرى للهروب من المشكلة، فيقال له هناك مشكلة في يعني المنظومة 38 والمطالبين بالشغل، فيحاول الهروب إلى منطقة أخرى وما إلى ذلك، فيجد نفسه محاصر من الجميع. فعندما تأتي نعم أستاذ نور الدين، عودة على ذكر الاحتجاجات وغيره وعلى الشارع الاجتماعي، يعني البطالة، العاطلون عن العمل، هؤلاء الشباب الموعود بالجنة، الجنة الموهومة والتي ينتظرونها، ونعتقد سينتظرون طوالا هالوعود رئيس الجمهورية. اليوم النقطة التي أتى عليه السيد رئيس الجمهورية في جملة النقاط هو أعاد استوانة يعني الجمعيات هذه الأهلية، وترتيب المدن يعني الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، وترتيب الفساد. يعني أنت اليوم في جابس الله يعينك ربي، يعني أفقر مدينة مش يبعثوا لها أكبر فاسد، يعني بالقوانين والرقابة ما ضمنوش حقهم حتى في تفعيل القانون بتاع 38 الذي يسمح بتشغيل من طالت بطلتهم 10 سنوات، والذين في عائلاتهم حياة استثنائية، وكان ربما ينتظر هذا القانون أمرا ترتيبيا، فإذا به يمنيهم من جديد بأنه سوف يرتب الفساد هذوما ويبعث لهم كل يعني أفقر مدينة يبعث لها أكبر فاسد، أكبر فاسد مش يخرجهم من قمقم الفساد متاعهم. ماذا ترى الشارع الاجتماعي فاعلا؟ أليس مناسب اليوم أن تخرج الشارع الاجتماعي من الغيمة التي ظل ينتظر فيها ويحدد خياره السياسي وخيار التحرك بتاعه من أجل نيل مطالبه؟ هو في البداية خاطب في الناس غرائزهم واستعمل سخطهم على المنظومة التي فشلت في إنجاز اجتماعي يحل مشاكل الناس، هذا صحيح، ولكن النقطة التي ذكرتها اللي تحيل على الكوميديا السوداء هذه أن أفقر الناس سيرسل إليهم بأفسد الناس، هذا أضيف إليك أمرا آخر. في عهد بن علي سين حسين كانت مثلا في عمادة من العمادات تجري انتخابات شعبة دستورية، كانت العروش وقتها تدخل حرب أهلية في القرى، وشكون يكون منهم رئيس الشعبة؟ وهؤلاء في القرى خاصة الفلاحية يختصمون حول الماء ويختصمون حول الأرض، يعني المنطق متاع العروشية والقبلية والصراعات العائلية هذا ستشحنه هذه الرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية. هو أول نية من برا نية قد تكون طيبة، هذا إنسان ثري له عليه للدولة أموال وافرة، هذه الأموال سيستثمر فيها في تلك القرية، ولكن تلك القرية يعني الفقر كافر، وكفر الفقر يجعل من الفساد قادرا على أن يعشش هناك. ناهيك أن هؤلاء الذين يأتي إليهم هذا الفاسد يمكن أن يبتزهم ويحملهم، يعني ما هي القوانين التي ستضمن مصالحهم؟ ما هي القوانين التي يمكن أن تحميهم؟ كيف يمكنك أن تمنع الصراع الممكن بين هؤلاء حول أمر جاءهم لم يعهدوه، حول استثمارات لم يكونوا قد عرفوها من قبل؟ يعني المسألة لا 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 تتجاوز نوايا طيبة من رجلين ربما له بعض الحنو على الناس، ربما لأنه من هو من طبقات الشعبية المتواضعة إلى آخره، ولكن الدول لا تدار بحسن النوايا ولا بالطيبة.
أنا قد أعتبه على الطاقم الاستشاري الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية، طاقم استشاري لا يفهم معنى الدولة. يتصورون الدولة مجرد واحة أو مجرد حديقة يمكن أن يعملوا فيها ما شاءوا ويمكن أن يغرسوا فيها من الأزهار والثمار ما شاءوا. العملية معقدة جدا وتعقيداتها تقتضي جهودا متآلفة متحالفة بين الفرقاء. يعني الأصل في الأمر أن تكسب عدوك إلى جانبك، لا أن تستعدي من كان بالأمس نصيرا لك. هنا العملية بكل ما فيها هي نوع من الخطابة الشعبوية، والشعب لا يعدو كلاما يقوله رئيس الجمهورية ولا يتجاوز ذلك. ما الذي يعرفه رئيس الجمهورية عن هذا الشعب؟ وكيف عرف هذا الشعب؟ بهؤلاء الذين زاروه على أقدامهم من بعض الجهات وحضن بعضهم؟ ليس هؤلاء هم الشعب. الشعب التونسي مختلف متنوع متعدد. ثم إذا ما رأينا كيفية تعاطيه مع هؤلاء الحراقة كما يقال هنا في تونس، نعم، هؤلاء الذين هربوا، ويعلم ربي الواحد حينما جمع أمواله ليهرب ثم بعد ذلك يستردون بتأثيره هو من أجل أن يعودوا إلى فقرهم، هؤلاء كيف يمكن أن ينقذهم غدا بهذه الإجراءات التي يتصور هو ربما يتصور أن هؤلاء الفاسدين سيأتونهم بالمن والسلوى. نعم أستاذ أنور، خلينا نلخص. خطاب الليلة هل يكون مناسبة لمحو المساحة الرمادية التي يتحرك فيها الانتهازيون والانتظاريون وغيرهم؟ ربما يكون أفضل جرعة اليوم أندرلين باش يقوي مسير 17 ديسمبر وتكون وجهة واضحة، يا إما السير في ركاب قائد الفاتح العظيم هذا اللي انتظروا فيه، أو إما المقاومة ما تسميهم انقلابا. يعني ما عادش منطقة رمادية، لا حزام ثالث لا طريق ثالث لا رابع لهم يحزنون، ما عادش. يا سيدي المسألة لم تعد ما تسمونه بانقلاب، هو أظن أصبح واضح الأمر الآن أعتقد للجميع، والذين ما زال لديهم يعني شك في هذايا كان حازم وقاطع خطاب الليلة، وبالتالي الآن الصفوف واضحة ومتمايزة إلى أبعد الحدود، فالمسألة يعني حسمت بتقديري، وهي كانت محسومة وليس جديد. فقط هو الآن استعد الجميع حتى أتباعه، حتى من كان معه كانوا يحاولون على الأقل نكاية في خصومهم السياسيين بأن يوفروا له سلما ربما حتى ينزل من الشجرة، ومحاولة أو الحلول عن البحث عن حلول باستبعاد خصوم لهم في الساحة. تبين أن هذا الأمر غير ممكن، تبين أن الرجل لا يتحدث سياسة، الرجل ليس له رؤية بالمطلق على ما يجري في البلاد وفي خارج البلاد. نحن نتحدث عن منطقة يعني مضطربة، منطقة فيها الكثير من المشاكل. نحن اليوم نتحدث واحتمال كبير أن تؤجل الانتخابات الليبية إلى أشهر أخرى بما يعني ذلك من تحديات. نتحدث عن الوضع منطقة الساحل والصحراء وما يعنيه ذلك بالنسبة لنا. نتحدث عن بعض التجاوزات من بعض الأفارقة ربما اللي بدأت تظهر في تونس وما تمثله. نتحدث كما ذكر الأستاذ نور الدين الآن عن الآلاف من هؤلاء الشباب الذين يقع إرجاحهم بطريقة مخالفة للقوانين سواء التونسية أو الدولية، وبإمكان هؤلاء حقيقة أن يطالب بحقوقهم كاملة، وأن يمكن أن يتم متابعتها من طرف منظمة الهجرة والمهاجرين وغيرها وحقوق الناس اللي يقع استهدافهم. هناك يعني تونس لم تحترم حتى الحد الأدنى في حقوق الإنسان في هذا الباب، وبالتالي الأمور أصبحت واضحة. لما ترون مثل ما تفضلت في البداية كل هذه المواقف الدولية المجمعة على القول أن ما يحدث خارج العقل ومنطقة إدارة الدول ومنطقة التسيير
ومنطق يعني الحد الأدنى من خارطة الطريق التي يمكن على الأقل مناقشتها أو يعني تحسينها أو النقاش حولها. نحن في العدم، نحن مع الأسف الشديد ما فرضه هو أجندته هذه على الجميع هو أنا أو الخراب. يعني تذكرون تلك اللقطة الأخيرة يعني طريقة التخلص من معمر القذافي وهو يعني في ذلك المكان وكيف وقع التخلص. فهذه هي طبعا نحن فقط للصورة حتى يفهم البعض عقلية هذه الشعبويات. دونالد ترامب نفسه يعني إلى اليوم لم يعترف بخصمه، إلى اليوم لم يعترف بنتائج الانتخابات الأمريكية، وهو يعيش حالة النكران، نكران الواقع. القيس سعيد اليوم هو دونالد ترامب صغير ينكر الواقع، هناك واقع من حوله ولا يريد أن يرى هذا الواقع، يتخيل واقع آخر، يتخيل مشهد آخر من حوله وهو يتحرك في هذه المساحة. على الأسف هذا كله على حساب الشعب التونسي، على حساب هذه الفئات المهمشة والمفقرة، والبلاد تعيش تحديات كبيرة. ومع الأسف الشديد يعني رجعنا سنوات طويلة، خسرنا عديد السنوات، وحتى نعود على الأقل لبناء أو إصلاح ما تم تهديمه خلال سنتين هذا أو سنتين ونصف، حقيقة نحتاج على الأقل لعشرية أو عشرين إذا ما تم يعني البناء على الأقل في خلال السنة. لا نتحدث عن السنة بالمفهوم الذي يراه هو، يعني سنة لإجراء انتخابات وغيرها، يعني نتحدث عن أسابيع، لأنه الأمر لم يعد يحتمل. البلاد أمامها تحديات كبيرة، ومن هذه التحديات أستاذ أنور، اتحاد الجهة للشغل بالسوسة كان قد قرر إضرابا عاما بالجهة بحسب تصريح الزمني في تصريح لوكالة توصفيق الأنباء. إذن قرر اتحاد الجهة للشغل بالسوسة إضرابا عاما بالجهة على خلفية تدهور الوضع، ما اسماه بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، لا سيما بعد تواصل سياسات التهميش والإقصاء والتمييز السلبي التي أصبحت تعاني منها ولاية سوسة، والتي انعكست على مختلف القطاعات والمتمثلة، بالخصوص في غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية، مثل ما هو الشأن بالنسبة للعمال السياحة وأعوان شركة المعامل الآلية بالساحل وعمال شركة حليب تونس. وأضاف الزمني أن عوامل موضوعية أخرى دفعت كذلك أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إلى إقرار تنفيذ إضراب عام جهوي يوم 6 جانفي 2022، معذرة، كتدهور المناخ الاجتماعي بالإدارة الجهوية للصحة وبشركة النقل بالساحل واهتراء البنية التحتية بعدد المؤسسات التربوية ببلاد سوسة، والتي يقول البيان تحتاج إلى بناء أكثر من 160 قاعة جديدة. يعني الوضع الاجتماعي واضح. قرار مع العلم القرار تحت جهة الشغل هذا الإضراب لأنه كان أجله أكثر من مرتين. أستاذ نور الدين، مواطنون ضد الانقلاب كانوا قد حبروا بيانا أو بلاغا تحذيرا لجملة تحركات احتجاجية انطلاقا من يوم 17 ديسمبر إلى غاية 14 جانفي للمطالبة بإنهاء التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية، هذا قبل القرارات الأخيرة، ورفضها الإجراءات الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117. كذلك حسب البلاغ ستنطلق هذه التحركات بشارع الثورة بتونس العاصمة بداية من صباح 17 من ديسمبر المقبل الموافق ليوم الجمعة، بداية من الساعة 10 من أمام المسرح البلدي بالعاصمة. يعني أستاذ نور الدين، إذا كان الخيار واضحا اليوم وهذه القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية مسحت المنطقة الرمادية، سؤال يتبادر الذهن ويطرحه أكثر المشاهد، ماذا ينتظر مجلس النواب الشعب حتى يجتمع؟ لماذا يختبئ النواب وراء مواطنين ضد الانقلاب؟ هذه المبادرة مواطنية، أين النواب؟ أين النواب الذين يعارضون الرئيس؟ لماذا لا يجاهرون معارضتهم للانقلاب ويتخذون قرارا شجاعا، يا إما بالاعتصام أمام مقر البرلمان كما تجمعت المعارضة النيابية في 2013، لماذا
لا يكونون عند مستوى السلطة المنتخبة. هذا كلام الشارع، كلام المشاهدين، كيف تجيب على هذا الاستفسار؟ أستاذ نور الدين الصوت لا يصلني رجاء. هل تسمعني؟ نعم سيدي، وبقى عندنا أقل من 5 دقائق أعتقد. بسرعة الله ينورك أستاذ نور الدين. نعم تفضل سيدي. قلت النواب خذلوا معارضي الانقلاب ولم ينجزوا ما عليهم إنجازه، خاصة أن الأمر إنما يعنيهم هم أولا قبل غيرهم. المعركة كلها هي دفاع عن الديمقراطية، وعماد الديمقراطية في البلاد هو البرلمان. هؤلاء البرلمانيون مشكلتهم هو أنهم بعضهم كان مع الانقلاب وبعضهم كان ضد الانقلاب. اليوم بعد أن نفض تنسيع أيديهم، هل تسمعني؟ نعم سيدي أسمعك سيدي. بعد أن نفض الجميع أيديهم، بعد أن نفض الجميع أيديهم من اصطحاب رئيس الجمهورية لهم، هل يسعهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يدافعوا عن خيمتهم عن بيتهم؟ فالنملة حتى النملة تحرس نطفتها. وكان يمكن، كان يمكن لو أنهم وقفوا وقفة شجاعة لدافعوا عن خيمتهم، رغم هذا الكم الهائل من الأمن الذي يحول دونها. هو التأكيد سيد نور الدين، اسمح لي فقط، كان يمكن أيضا سيد حسين، فقط سيد نور الدين حبيت في نفس المجال، هو قرارات السيد رئيس الجمهورية اليوم، هو طمن السيد النواب أنه عام مقبل لا ثمل شهرية لا أذني، ويعني لا أعطاهم الإمكانية باش يعودوا إلى سالف نشاطهم، يعني حكم عليهم سنة مقبلة بدون رواتب. وانت منذ قليل أستاذ نور الدين قلت ربما لماذا لم يتجرأ على حل البرلمان، لأنه القانون واضح أعتقد انتخابي أنه إذا حل البرلمان ضروري يجري انتخابات بعد 6 أشهر، في حين هو يريدها بعد سنة. هو لا يستطيع، ولا يستطيع، ولن تنجز هذه الانتخابات لبعد سنة. نحن نتحرك مثل ما قال الأستاذ منذ حين، نتحرك في الساعات وفي الأيام وفي الأسابيع. قضية سنة هذه كلها هو نوع من أنواع رمي الكرة إلى الأمام بعيدا، ولا يعد الأمر هروبا إلى الأمام. النواب اليوم أمامهم فرصة تاريخية أن يستردوا بيتهم، حتى بلقاءات الخارج باردو يا سيدي، وحتى بلقاء افتراضي كهذا الذي ننجزه الآن، يمكن أن يتخذوا قرارا بينهم بأن يحتجوا أو أن يعترضوا. الوسائل الإعلام العالمية يمكن أن تنشر اجتماعهم حتى الافتراضي أو الواقعي، ويمكن أن يدافعوا عن أنفسهم ولا ينتظروا أن يدافع عنهم من قبل غيرهم. الإشكال هو أن بعضهم مثل بعض نواب الكتلة الديمقراطية منذ أيام يتحدث عن حالة اجتماعية تاع النواب، أصبحوا في حالة من الجوع. قضية مش قضية قضية اجتماعية، ولا هي قضية وضعيات شخصية، قضية وطن ربما. هو أستاذ محمد عبد قضية بلاد وقضية ديمقراطية وقضية مسار وقضية نقلة نوعية كنا نطمح أن تشهدها البلاد بعد حقبة الاستبداد الطويلة. أستاذ نور الدين، أستاذ نور الدين في نفس إطار الحديث عن كتلة الديمقراطية، محمد عبو منذ قليل في الجزيرة المباشر أو على الجزيرة المباشر يقول إن مشروع قيس سعيد اليوم هو مشروع معمر القذافي، ونرفض أي مساس بدستور 2014. دقيقة إضافة أستاذ قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ أنور ونختم حلقتنا اللي نورك، يعني في هذا المجال ها واضح موقف واضح عبو اليوم، ولكنه جاء متأخرا، وأن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي. في نهاية المطاف نحن نقبل محمد عبو أن يلتحق بالمعركة من أجل الديمقراطية، وأن يتخلى عن غلوائه ويبتعد عن الهرطقات الإيديولوجية التي سكنت رأسه وكانت لها المساهمة الكبرى في إفساد المشهد الديمقراطي. ديمقراطيتنا تعاني من مشاكل، صحيح قد تكون ديمقراطية هي كثير من الأمراض صحيح،
ولكن كان الأصل في الأشياء أن نداوي ديمقراطيتنا لا أن نقتلها، ومحمد عبده كان قد ساهم في البدء بقتل الديمقراطية، عسى أن يساهم في إحيائها في مستقبل الأيام. نعم أستاذ أنور، حتى نختم رجاء، تقريبا أقل من دقيقتين بقي لدي، السياسة فعل وواقع قائم وليست أمنيات وغيرها، ماذا بيد المعارضة الديمقراطية أن تفعل حتى ترجع رئيس الجمهورية إلى مربع الديمقراطية، مربع الدستور 14 2000؟ سيدي المعارضة يعني لديها بلا شك خطتها في التحرك، هناك مواطنون ضد الانقلاب الآن أعلنوا عن خطة تحركات، لا أدري إن كان لديهم كذلك هم أو غيرهم اعتصامات في الجهات، وهذا مهم جدا لأنه الأمر لم يعد يحتمل، والبلاد وصلت إلى يعني الوضع وصل لمراحل لا يمكن تحمله بالمطلق. أنا أؤكد من خلال هذا المنبر، خلال قناتكم، بأن مسألة الملف المنهوبة التي ذكرها مجددا سيد قيس سعيد هذه الليلة لا يمكن أن يرجع منها مليما واحدا، والأموال الموجودة في الخارج ليس بسبب الإجراءات وسبب التعطيلات كما يريد أن على الأقل حاول أن يبين للناس، ولكن بسبب تصرفات قيس سعيد نفسه. القضاء الغربي لا يؤمن بتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، وبالتالي ستغلق ملفات الأموال المنهوبة عن قريب. أنا أعتقد في جان في فيفري بعد أسابيع قليلة ستعلن سويسرا والاتحاد الأوروبي وكندا عن إغلاق العدد من الملفات، خاصة أن القضاء التونسي حكم للبعض منذ أسابيع قليلة من عائلة بن علي مثل بالحسن طرابلسي وحليمة بن علي ابنة بن علي بالتبرئة، وبالتالي أغلقت هذه الملفات، تغلق تباعا وتغلق هذه الأيام وبهذا السلوك. أيضا أمر آخر، وهو أنه الآن مع اقتراب الأجال التي حددها الكونغرس الأمريكي وحددها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وغيرها، أنه الآن سيقع اعتماد ربما في الأيام القادمة، كذلك عقوبات ضد الأطراف المتورطة في هذا الانقلاب، خاصة من المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا أساسا طلب من الأمريكان ومن الاتحاد الأوروبي، وسيصبح حتى مجرد تنقل هؤلاء لأوروبا فيه تحديات كبيرة لهم وخاصة خطورة. نحن يهمنا سمعة البلاد وسمعة تونس، وهذه هي المتضررة الأساس. يعني غدا لما يكون مسؤول في الدولة التونسية يتم اعتقاله أو متابعته لمجرد أنه يعني تواجد وأعلن على وجوده في أحد البلدان التي تسمح قوانينها بالمتابعة والولاية القضائية، فنحن في وضع يعني خطير جدا، وبالتالي على المعارضة أن تتحرك وبسرعة، لأن فعلا الذين خاضوا معارك التحرير ضد الاستعمار الفرنسي وخاضوا معارك الحرية في استرجاع البلاد والتخلص من الدكتاتورية عليهم الآن الواجب يعني أن يتذكروا كل التضحيات، تضحيات الأجداد وتضحيات يعني أبائنا وأجدادنا في أن نسترجع هذا البلد قبل أن تنهار بالكامل، لأن المسار الذي يأخذ فيه السيد قيس سعيد الجميع إليه هو مسار تدميري لمقومات الدولة، هو تفكيك لها، هو يعني ضرب لكل أسس للدولة، لا نقول حتى الديمقراطية بل بأسس الدولة ذاتها. لم نعد نتحدث لم نعد نتحدث عن دولة، ربما إذا لم يتحرك وبسرعة وكما ذكر الأستاذ نور الدين الآن بالابتعاد عن كل الحسابات السياسية الضيقة وحقيقة التسامي عن الارتقاء بالتفكير وبالفعل الميداني وحل كل هذه التجاوز كل الماضي. صحيح أن الكثير ساهم في المسار الذي وصلنا إليه، ولكن الشعب هو الذي سيحسم هذه المعارك عبر الصندوق. الآن المهم هو أن نتخلص من هذا الكابوس، أن نتخلص من هذا الوضع البائس الذي وصلنا إليه، وأن تعمل كل الجهود باتجاه استعادة البلاد. الآن المسألة أصبحت استعادة الدولة، استعادة البلاد، الدولة تنهار. لم نعد نتحدث، احنا الآن يعني انا اتحدى، لا يعني لا افضل كلمة اتحدى، ولكن اطالب ان كل انسان ياخذ يعني الهواتف البعثات التونسية في الخارج ويحاول التواصل معها،
لا يمكن، يعني الدولة غائبة، الدولة غير موجودة، وبالتالي كيف يمكن لدولة يعني تسير في ظلام دامس بدون أي محددات، بدون أي رؤية، بدون أي تصور أن تتواصل؟ هذا لا يمكن، هذا عبث، هذا عبث، ويجب أن يتوقف. وهذه مسؤولية الديمقراطيين ومسؤولية المعارضة والمجتمع المدني والأحزاب والمنظمات الوطنية والهيئات، كل من موقعه، خاصة أن القضاء كان واضح وكان حاسم في هذه المسألة. نعم. وبالتالي لابد أن الجميع يقوم بدوره لإنقاذ الدولة من الانهيار. شكرا. لم يبقى لي نشكر ضيفي من جنيف، أنور الغربي متحدث باسم المبادرة السويسرية لدعم الديمقراطية في تونس، ومن تونس عبر سكايب كذلك الأستاذ نور الدين الغيلوفي الناشط السياسي. شكرا على طيب المتابعة، إلى حلقة قادمة في أمان الله. ليلة سعيدة.